استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله في قاعدة الإسخير الجوية اليوم فخامة السيد فايز مصطفى السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي حيث قام فخامته بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله عن خالص شكره وتقديره لفخامة رئيس المجلس الرئاسي الليبي على مشاعره النبيلة في هذا المصاب دعين الله أن يتغمد فقيد الوطن بوسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.